امبارح اختتمت فعاليات مهرجان العالمين للموسم الصيفي 2023 في مدينة العالمين الجديدة. شهد هذا المهرجان اللي أقيم في الفترة ما بين 13 من يوليو وحتى 2 سبتمبر عدد كبير جدا من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، واللي حققت في الحقيقة نجاح كبير جدا على مستوى التنظيم وعلى مستوى الأنشطة وعلى مستوى الفقرات اللي تضمنها هذا المهرجان. كمان المهرجان شهد حضور جماهيري مميز جدا، وده ساهم في وضع مهرجان العالمين على خريطة الفعاليات العالمية، خاصة أنه كان في أكتر من 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير جدا من نجوم مصر والوطن العربي، ده بجانب أكيد الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية اللي اتكلمنا مع حضرتكم فيها في بداية الحلقة. هو ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه مصطفى، النجاح الكبير والتنوع يمكن في اختيار الفعاليات المختلفة باختيار يعني الحفلات اللي بتناسب جميع الأذواق. فامبارح في الحقيقة اختيار شارموفرز عشان يختتموا المهرجان كان اختيار موفق جدا، وشفنا يمكن الإقبال الجماهيري الكبير على الحفلة. بنتكلم في أجيال بقى مختلفة هنا قادرة ان هي تحضر المهرجان وهي مبسوطة، وهي قادرة خليني أقول يعني تشوف كده نفسها فيها، من أول ما شفنا قبل كده مسلم وويجز وكايروكي لغاية في الاختتام شارموفرز أكيد للجيل اللي يمكن أكبر شوية اللي كان بيستمتع بحفلات الكينج وتامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وغيره وغيره.